تخي بيان، بغيت الشباب بغيت ندوي معكم على واحد القضيه اللي مهمه بزاف. شنو هي؟ بزاف ديال الناس ملي كتقول لهم ستاج، كيسمعوا ستاج، شنو كيطيح لهم في بالهم؟ ان البلاصه اللي غيمشيو يستاجيو فيها غادي يتكربصوا عليهم وغيستغلوهم. بزاف ديال الصفحات والجروبات في فيسبوك ملي مثلا كتلقى شي شركه ولا شي حد كيقول مثلا راه بغيت ستاجير، بغيت ستاجير، بغيت ستاجير، كيجيو بزاف ديال كما كنسموهم حنايا الذباب ديال السوشيال ميديا، الدبان، الدبان ديال السوشيال ميديا، كيجيو وفي التعاليق كيبقاو يكتبوا وانتم باغيين تستغلونا واحمر طاحونا. لا، باش نشرح لكم واحد القضيه، ما كاين حتى شي شخص ما داش من هذه القضيه ديال السطاج. راه البوليس ملي كيخرجوا ملي كيدوزوا الكونكور وداك الشيء وكينجحوا كيدوزوهم سطاج ديال 9 شهور. بزاف ديال المجالات ضروري خاصك دوز سطاج عاد توصل. داك السيد اللي عنده ريستورون كبير وناجح ومشيه، راه واحد النهار خدم سرباي وغسل الماعن. داك البناي اللي تبارك الله دابا عنده شركه ديال البني ولا تخي بيان مقاول ولا طاشرون ولا مليونير، راه ما وصل لهذه القضيه هذه حتى دفع البرويطه ودار بزاف ديال الحوايج. داك النوع اللي كيفكر بهذه الطريقه عمره غادي يشوف شي حاجه سميتها النجاح. ستاج باش زوين بالخصوص في الدومين ديال الاشهار، الدومين ديال الانفوغرافي، الدومين ديال لي سيت ويب، ستاج كيخليك دير بزاف ديال الحوايج. شنو هو؟ اللي هو انا غنكتب هنا ستاج بالسميتو بالعربيه اللي هي فتره ديال التدريب. خابيه فتره ديال التدريب. فتره ديال التدريب شنو كتستافد منها؟ انا كندوي مع الناس الايجابيين، ما كندويش مع الناس السلبيين. فتره ديال التدريب كتستافد من انك كتبني علاقات و ممكن تطور المهارات ديالك. برافو عليك، كتطور المهارات وسميتو كتطور المهارات وحتى المعلومات اللي حصلتي عليها في الوقيته ديال القرايه. تخي بيان، مزيان، وكتكتسب التجارب، عندك التجربه. النهار اللي غتمشي تخدم غيقول لك شي واحد فين هي التجربه، غتقول لي هذه ستاج هو التجربه الاولى قبل ما تبدا في الميدان ديال الشغل، وتا هو راه كيتعتبر شغل. غير الا نتايا كيقول لك مثلا اجي تدخل ستاج وكتقول لي لا بغيت ستاج غير ميني غير ولا لا ضروري خصني نتخلص، انا راه كتعرف بلي الهاجس ديالك هو المال ماشي التعلم. الا كان الهاجس ديالك هو المال سير دخل لك شي سونتر دابيل ولا دخل لشي بلاصه واحده اخرى ولا دير التجاره ولا دير شي حاجه. الا كنتي بغيتي تنجح في واحد الدومين بحال مثلا دابا كاين بعض الاشخاص تيقول لك راه عندي الفلوس وما عرفتش ما ندير بها. راه باش تدخل لاي دومين راه كاع لي دومين فيهم الفلوس، غير باش تبدا في اي دومين خاصك ضروري تجرب في ذاك الدومين، وخاصك تجربه من ا تال زاد. راه ما يمكنش مثلا تجي تال ال وتقول غنوصل لزاد، ما يمكنش، راك خليتي بزاف ديال النقاط ما درتيهم. ودوك النقاط باش ديرهم كديرهم في الفتره ديال السطاج. وإلا كنتي بغيتي تنجح في المجال ديال الإشهار، سواء كنتي غرافيست أو ديفلوبر ويب، خاصك على الأقل دوز واحد العام، سنة كاملة. كاين واحد القضية أخرى هنا مازال ما زدناهاش، اللي هي الزبائن، لي كليون. يعني التدريب اللي هو السطاج كطور العلاقة ديالك، العلاقة ديالك مع الناس. تقدر تولي كتعرف محامي، كتعرف محاسب، كتعرف مدير، وهاد الناس، هاد النوع ديال العلاقات اللي انت كتجمع في الوقيته ديال السطاج او حتى في الوقيته ديال الخدمه فاش كتوظف راه كيعاونوك باش تبدا المقاوله ديالك وكتطور المهارات ديالك. يعني مثلا ملي كتكون كتخدم شي لوجيسيال كتزيد تطور المهارات ديالك ملي كطيح مع واحد الفريق ديال العمل كيشتغل مزيان، وحتى المعلومات اللي انت خديتي من المدرسه، زائد كتاخذ تجربه، زائد كيوليو عندك حتى الزبائن. كيفاش كيوليو عندك الزبائن؟ ملي كتكون مثلا في شي مطبعه اولا في شي شركه ديال الاشهار، راه انت اوتوماتيكمون كتكون كونتاكت ديريكت مع الكليان. علاش؟ حيت كيتبعوك. يعني مثلا دابا انا كمتدرب في واحد الشركه، باش كيجي عندي الكليان راه كنكون كنخدم معاه، وكيقدر ذاك الكليان يتبادل انت وياه بلي كارت فيزيت. داك الشيء علاش تنقول لكم في الوقت اللي كتكون انت كتقرا ضروري خاص تكون عندك لا كارت فيزيت ديالك. علاش؟ حيت كتقدر تحتاجها في اي وقت. دابا ما بقاش شي واحد غيقول لك واه دوز لي النمره صيفطي الواتساب. ملي كتكون عندك كارت فيزيت ديالك كيكونوا فيها السوشيال ميديا ديالك، البورتفوليو ديالك، وحتى الايميل ديالك والنيميرو التليفون ديالك اللي عندك واحد ولا جوج، كتكون فيها حتى اللوكاليزاسيون ديالك، راك عندك واحد المحل كتخدم فيه ولا. اذا الزبائن من الحوايج اللي هما مهمين في الفتره ديال التدريب. اذا عمرك ما تقول الفتره ديال ستاج او الفتره ديال التدريب راه كيضربوا عليا تماره، كيستغلوني، كيديروا. الا مشيتي انت لواحد البلاصه وحسيتي بلي كيضربوا عليك تماره وكيستغلوك وما كتستافد والو، اوتوماتيكمون غادي تخرج بحالك، غتسيخ كيف ما تنقولوا. ما يمكنش انت غادي تصبر للذل،
غتجلس فواحد البلاصه اللي كيضربوا عليك سماره مثلا كيقولوا لك وادير فوتوكوبي سير طيب لينا اتاي سير جفف راه ما يمكنش. تماره فيما مشيتي كاينه، الا ما مكنتيش غادي تضرب تماره ما تحلمش انك غتكون مقاول ناجح في اي مجال، ما كندويش غير على مجال ديال الاشهار. قابله